طابت أوقاتكم بكل محبة وخير مشاهدينا الكرام متابعي برنامج هلا بكم، وجمعة طيبة وسعيدة على كل الناس اللي انضمت لنا وبتشاهدنا وبتتابعنا في هذه اللحظة. نسعد جدا اليوم أن نكون معكم في فقرات متنوعة ومختلفة، نتمنى إن شاء الله أن تنال رضاكم. فقرتين غير الفقرة الأولى اللي هنبتدي بها، الفقرة الثانية إن شاء الله هتكون مع الفنان الشاب محمد الكناني وكليب جديد دعم لثورة ديسمبر، والفقرة الأخيرة حتكون مع فنانين شباب الفنان محمد الطيب ودو أيضا الفنان الشاب أحمد الحنان. تواصل الإبداع بين الأجيال مهم جدا للإبداع بشكل عام، والتواصل هو دائما بيكون في كل الفنون، وإذا كان في الموسيقى طبعا بيكون شيء مهم جدا عشان ما تنهل كمان الأجيال الجديدة من هذا الإبداع المتواصل. أنا أسعد جدا في الفقرة الأولى أن يكون معي الأستاذ جمعة الثاري عازف الساكسفون المعروف والشهير. مرحبا بك وأهلا بك ومساء الخير عليك. الله يبارك فيك يا أستاذ. أستاذ جمعة طبعا غني عن التعريف للأمانة، عزف مع فنانين كبار قامات في الأغنية السودانية، الفنان الراحل إبراهيم عوض وأيضا ثنائي العاصمة والعديد من الفنانين، والآن يواصل هذه المسيرة مع فنانين شباب مع الفنان الشاب محمد ريان. مرحبا بك مرة ثانية مساء الخير عليك. الله يديك يا استاذ. اذا في كميه من الثراء كده موجوده عند الاستاذ جمعه، وانا والله سعيد جدا قبل شويه بتكلم معك وانت قلت لي انا متواصل والان عازف على اله الساكسفون مع الفنان الشاب محمد الريان. نعم والله بعزف مع مجموعات كبيره، يعني محمد الريان، ولدنا حاج حمد من اولاد الجمعيه اولاد الفلاحات، ومجموعه كبيره جدا من الفنانين ناس ولي جوبا وناس قبعة، يعني متواصل مع النازل، وحتى الأصوات النسائية طبعا زي ما نار صديق وناس سميرة دنيا وناس طبعا حتى شوية محمد الرياض زي قلعني من النازل هاي بقيت ملتزم معه العدادات كده انت قلت لي انه من زمان كان الشعر طويل كده. نعم نعم، وبعدين التسجيلات القديمة بتاع التلفزيون طبعا غير الملامح شوية لا لا رب يديك الصحة العافية. طيب خلينا نبتدر هذه الحلقة وهذه الفقرة طبعا الأولى على آلة الساكسفون، اسمع لنا نموذج صغير كده ونكمل. هاي نديك نموذج كده يعني نحن مرات عندنا موسيقى اسمها الموسيقى العايمة. الموسيقى العايمة يلا نسمعها. طيب المقطوعة دي عايمة صح؟ انت دي ارتجالية بتكون لا هي بتكون مخزنة هاي بتكون موجودة يعني مرات بكون في ساعة الصفة كده مع ساعة الصفة في بيت عيرس عندها لك بتاع هناي بتيجي بتقوم بتعمل لهم الحاجة دي. يا سلام. طيب الساكس ده فيه اثنين فيه مجموعة كبيرة مجموعة وطبعا بيبني بيبدا بالسبرانو ساكس سبرانو والساكسفون المي اللي هو بعد البوانا ده، بعدين في السي الاكبر منه شويه وفي البراتون ده كبير خالص ده الكبير بيعزف بوها سازتنا صلاح ذهب والجماعه دي ومطروق يعني حسب في الغوات المسلح موجود. لكن الفرق بينهم شنو اللي انت ذكرتهم بيه؟ المغامه في الصوت يعني الصوت السوبرانو ده اللي هو الحاد السوبرانو ده حاد خالص حاد. لكن ما في الاغنيات السودانيه جربوه يعني أميغو الله يرحمه وأخونا مجدي، لكن الشعب الشباب اللي يبغونه ديل ما عندهم فكرة عن السبرانو وعن البريتون وعن بس مسكوا في الساكسفون الميدا. هو السبرانو بيكون صغير شوية ده الصغير ده ولا هو طويل يعني بيشبه الكلارنيت لكن أصواته حادة يعني ما نجح مع اخواننا بتاعنا الاورجانات ولا الجماعة دي ليه يعني عشان الصوت الحاد؟ أنا ما أعرف، هو آلة جميلة جدا يعني ما ممكن عارف. تتماشى مع الآلات ممكن تتماشى خبرتك انت كعازف
ما يعني والله الجماعة استخدموها يعني أقلية كده 3-4 نفر، لكن لقوها ما نجحت قاموا رجعوا للأساس تاني للسكسفون. طيب. السي الأكبر من ده والمي. والمي أنا شايف المي ده كتير صراحة لأنه صوته حنين شوية كده. المي ده كمان عندنا مشكلة كبيرة جدا زماني، كمان الجماعة يدرسوا النظري في النوت الموسيقية والسلفيج والمسائل زي دي، يوم يجوا للعملي تقول يعني مثلا مستركين زمان في كلية الموسيقى بقول لك انت فلان حدوك آلة وترية وكمانجة مثلا او شيلة او كنترباز او بيزا وجيتار، بوزع لكم الآلات انت كلارنيت انت ساكسفون، لكن السي كل الناس الدراسات الموجودة اخواننا ناس عماد كنان وناس حتى الموسيقى القوات المسلحة وعندنا في نقابة الفنانين، مجرد ما انتهيت من النظري وجيت للعملي بيقول لك دارين ساكسفون مي، والحاجه دي اضرت بآلات كثيره جدا. ما بفون آلة الكلارينيت اللي بعزف عليها اكثر من قريب 30 سنه الكمانجات ذاتها خشت في معنى الكمانجه دي سيده الآلات يعني. صح. ما يفترض تندسر والحنين والحنين وغنان السوداني ده كله مبني على الكمانجه، ناس عمك عربي ومحمدي وصير عبد الله من اوائل الناس. الكمانجات دي حاسه بقت طرفيه شويه، في ناس شغالين يعني اخواننا ناس صار وناس زرار وجماعه دي شغالين، سمعنا عبد الجبار الناس دي شغالين، لكن في خوف. فانا ما اعرف انا ما اعرف الجهات اللي تفتكر انه الناس دي مشت للمي ليه؟ عشان مطلوبه يقدر عشان مطلوبه. مشكلة. طيب مشكلة. خلينا انا اشوف الاله دي، انا شايف فيها العديد من المفاتيح يعني صراحه. الاله الوحيده اللي انت ما بتفهمها اصلا عامله كده زي العربيه الالمانيه الاله دي تيجي تمسك مثلا اخر اصوات هنا ده انا غماز بيسموه السي بي مول. السي بي مول ده اخر حاجه ده يعني انت لو جيت لصوته الصوت الغليظ ده يعني حتى العازفين ما بيجوا عليه، دي اسمه الاكتاف الاولى. الاكتاف الاولى أغلبية بتاع الساكسفونات ديل، وأنا في رأيي برضو تمرن على كل الأصوات دي على أساس أنت يمكن في لحظة من اللحظات يكتبوا لك ورقة ويكون محتاج للصوت ده يعني في النوتة، يكون محتاج للسيب مول، محتاج للدو، الأصوات الغليظة تحت. الجماعة بيشتغلوا من الأكتاف الثانية واللي فوق اللي فوق. زمانك إحنا أنا درسني مستر كيم زماني كلارنيت قال لي لا تعزف لي السلالم دي كلها تعزيفها، ما في حاجه هناك. ما انت اول ما خلاص بقيت عازف كده وبديت تفرفش ومسائل زي دي انت بتخيل نفسك وصلت. تيجي ثاني يوم داير تشتغل الشغل اللي اشتغلته في الحفله ولا هناك، الاستاذ بيثبتك طوالي بيقول لك لا. طيب قبل ما نسمع مقطوعه ثاني، بيهربوا من الاكتاف الاولى ليه؟ الاكتاف الاولى دي صعبه، محتاجه لضغطات محدده لكن برضو يعني ما بالنسبه لهم ما محببه للعازفين لكن الواحد يتمرن عليها وخليها جاهزه نعم. طيب خلينا نسمع مقطوعه ثانيه. طيب قبل لك اشتغلنا حاجه عايمه خماسيه، نشتغل لك حاجه عايمه في السلم السباعي. والحمد لله السودان ده طبعا غني بالحاجات دي كثير. ايوه بذكرنا كردفان طوالي يمكن ودارفور والمناطق دي طبعا هي الغنيات الدارفوريه قالي براو ايوه. الناس اللي جبتها فايز مبارك المنصوري ده خطير جدا عنده من اغنياته انا بحبها جدا حسابك يا بني، وعنده ام جزايم جوزولي شايب ام جزايم هنا اغنيات كردفان طبعا
السباعي ومايل على الخماسي شويه. مايل على الخماسي. هاي يعني صديق عباس اتناول الله يرحمه اتناول سباعي وجا هنا غنى عبر الأسير مخلوطه ب عبد القادر سالم برضو ايضا. استاذنا عبد القادر طبعا هو ده ملك السباعي. ملك السباعي. هاي ده ملك طيب. السباعي. خلينا طيب عشان ما نمشي بعيد نتكلم عن الآلة دي ذاتها كآلة السكسفون، آلة النفخ طبعا كثير الآن الموجودة في 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 في, في الموسيقى السودانية. نعم. لكن أنا عايز أشوف الآلة دي هل هي الآلة الأولى اللي دخلت كآلة نفخ في 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 الموسيقى السودانية ولا في آلات سبقتها؟ لا لا في آلات سبقتها. يعني أول ما الإنجليز خلاص هو طبعا الرعيل الأول من أعمامنا والله يرحمهم مفهوم عمك المرجان اللي هو بتاع سلام الجمهوري والنازل طبعا. النازل استفادوا استفادة شديدة جدا من الإنجليز دراسات مدغنة. أول ما مشوا الإنجليز فاتوا عملوا قوة دفاع السودان خلوا لنا الحاجات دي في الأوركسترا الإذاعة ما ظهرت ظهر الكلارينيت. الكلارينيت ده آلة مميزة اللي هي زي صفارة لكن طويلة. نعم طويلة شوية آلة صعبة جدا. آلة صعبة جدا يعني زول ما دارس الدراسة ما أميجو طبعا اشتهر بها في السودان. نعم أميجو كان عازب بارع وبعدين في عمك اسمه عمر طرق النار. عمر طرق النار يعني الجمعية نعم. أنا أصور دي زول خطير جدا ما شاء الله الله يرحمه يعني الله يرحمه الاثنين. فجينا أنا جيت قعدت طبعا فترة طويلة جدا لكن ميلت يعني عندي خيارات طبعا كان. فآلة الكلارينيت جاءت الإذاعة واشتغلت وسجلوا تسجيلات ثقيلة جدا جدا وتسجيلات كثيرة في فرقة الإذاعة وآخر زولنا في الكلارنيت في الكلارنيت مهربت من الإذاعة أنا ذات ومشيت الجيش منعصي فرقة السلاح الطبي وبحيي أخواني وزملائي وغايدنا وغاداتنا في السلاح الطبي كلهم من هذا المنبر تحيي لهم كلهم. الكلارنيت عازف الكلارنيت بيعزف السكسفونات كلها لكن بتاع السكسفون ما بيعزف ما بيعزف الكلارنيت. بعد ذاك الناس احتاجوا لآلات حصلت ندرة كده الناس الكلارنيتات كانوا مسافرين وكل السفر كان كثير فقاموا احتاجوا لآلة نفخ. آلة النفخ كان في عمك محمد الحسن الشايي السنجك هاي كان غايب موسيقى ولا تقرضوم زمن المحافظات وعمك احمد قرعي فقاموا جابوا النازل يعني انا ما اعرف الجلا والمنو لكن اخليه محمد حسن الشايي جو خشوا على الكمانجات وناس سليمان اكرت والفاتح الهادي والدلحاوي كلهم موجودين على آلة الاكورديون وكانت آلات جميله جدا لقوا الآلة دي يمكن تاخذ موقع آلة السكسفون واخذت موقع في فرقة الإذاعة أخذت موقع جميل جدا وبدها صولات أساسية في الأغنيات الوطنية وفي الأغنيات العاطفية و يعني أخذت جولات جميلة جدا وثبتت على كده بقت ثابتة. آلة السكسفون طبعا الأثيوبيين سبقونا بها ونحن سبقناهم بالكمانجات بيشتغلوا على كثير هاي. الشغل لسه شغالينه نحن مع الفنانين وبناتنا واولادنا ديل سبقونا شكل الفرقه لسه موجود سبقونا بقول الاثيوبيين الاثيوبيين الاورجن الساكس اساس والبيز والجيتار اي والدرامز ايقاعاتهم عندهم الاثيوبيين. هنا نحن شغلنا بالكمانجات مع انه الاثيوبي بيتاثر بالاغنيه السودانيه اكثر. السيدي انا شايفه يعني زول الدو صول ولازم يعمل مقطوعه اثيوبيه. الاثيوبيين هم متاثرين بيننا طيب أيوة. خلينا قبل ما نمشي ثاني لمحور ثاني سمعنا مقطوعه رايك شنو؟ والله انا في حاجه عجباني كده ومرات بتاثر بها بديك منها حته صغيره كويس. استاذنا عثمان حسين الله يرحمه ربنا يرحمه وبهديها لاولاده ولا اسرته طبعا اسرته ايوه Thank you.
بلادي انا اكيد في القلب ارضنا الطيبه طبعا. هنا اكيد. طيب انا صراحه ما عايز اقول لك اكتشفتها، لكن خلي برضه في ناس كثيرين، هي دي الاله دي بتعزف مولدي يعني زي ما قال المولدي، يعني انا شفتك انت عزفت النغمات كلها كامله. المولدي عندنا مشكله، انا لو واكبت النازل وعزفتها معاهم، وانا في رايي الشخصي في فنانين كتار عارفين الكلام اللي قاعد يقول فيه، انا ده الفنانين الجداد الحس على الساعة، أنا في رأيي العازف يفترض يعزف المولدي، لازم، لأنه أنا ما جاي من إيطاليا ولا جاي من بلجيكا ولا جاي، أعزف المولدي بتاعي ده، وبعد ذاك لو أدوك صولات شغل منفرد اشتغل شغلك وأرجع للمولدي بتاعك. أنا شايف في ناس في الخماسي بتاعنا أو مزيكتنا الواضحة دي بيقوم بيدخل حاجات انا شخصيا كعازف يمكن اقبلها، لكن الشعب السوداني ده يقبلها ليه؟ كيف ما انت بتعزف في مثلا ارضنا الطيبه لسه دي، او في يا زمن اصبر شويه لابراهيم عوض، او لثنائي العاصمه معايا في الدرب الطويل، يعني السنه ده خط بعدين نادر ما خلوا لنا حاجه عشان احنا نقدر نضيف في الاغنيه دي. انت تقوم تخلي الاغنيه المزيكا بتاعت السنه الضوي بتاعت معايا في الدرب الطويل وتمشي تجيب لك حرفين ثلاثة تدخلهم على المزيكا دي، وهي المزيكا مسجلة رسميا في الإذاعة، والشعب السوداني الجديد والقديم سمعها وهضمها، أنت حتعمل شنو يعني؟ والزول ده لو كان داير يدخل حاجة كان عملها. يعني ما بنقول ده تجديد مثلا ولا ده تشويه، أنت من وجهة نظرك؟ والله أنا داير أقول لك حاجة، في أغنيات بتقبل التجديد، في أغنيات بتقبل، يعني الواحد يعني في التوزيعات أخوانا ناس الدكتور الموصلي، وفي اغنيات عادلات تجديد وقبلت، لكن في اغنيات ما قبلت تجديد، ما قبلته خالص تتشوه. هاي يعني نحن كان زمان في معهد الموسيقى الكوريين قال والله يا جماعه الاغنيه السودانيه دي عندها مساحات لازم ندخل فيها نعمل لها خطوط وكونتربون وهارموني، وجربوا زي ثلاثه اغنيات ولا اربع اغنيات اللي هي عازه في هواك، التسجيل القديم الاولاني اللي هو عملوه الكوريين مش كده؟ عملوه الكوريين وزعوا مستر وشان. ايوه مستر وشان. اي احنا يعني شد نفسيا كده بقينا احنا كمصيغين حكايه، هذول دي حكايه جديده علينا، مبسوطين جدا. نفاجأ ثاني يوم في الجرايد قالوا يا جماعه الكوريين ديل كورولينا الاغنيه السودانيه. طيب انا عايز منك مقطوعتين، هتديني مقطوع هسه وفي الختام هنختم بمقطوع، رايك شنو؟ انا تعبتك الليله والله، كان تخلينا ناخذ جدا ناخذ مقطوعتين. آه ناخذ دي وبعدين نختم بمقطوع ثاني. المقطوعة دي ألفتها أنا ومسجلة في الغريبة قبل كم يوم لأخونا أبو سريع، قال لي يا أخي بنفتش في مقطوعات بالنسبة لك، فدي من المقطوعات المسجلة بعدين بفرقة فرقة الإذاعة. طبعا هو أنا يعني جاني إحساس المارش بتاع القوات المسلحة، القوات المسلحة هاي، فقمت عملتها وجبتها وسجلناها زي، وكانت جميلة جدا جدا يعني، لأنه كان في آلات إضافية وإيقاعات والبيز والجيتار وكوريون، لكن هسه بقت ما اعرف ما شفت وين من الاذاعه. ان شاء الله هي تتعاد مره ثانيه والناس تسمع. طيب انا داير اعرف الان الساكسفون ومهمته في الفرقه السودانيه، انتوا انا بشوف دائما انتوا بتشتغلوا سول او سولو، عرفته في الكثير من الاحيان. هل هو فعلا بس دي مهمه السول، ولا انتوا بتقفلوا زي ما بيقولوا اللي هو المسامات دي الفاتحه دي عرفتها بين المزيكا يعني؟ ولا انتوا في بعض الفنانين ممكن تشتغل زي ما قلنا المولد ده كامل في العديد من مثلا من الاغنيات،
فمهمته شنو بالضبط في الفرق؟ يعني مثلا انت لما تيجي مثلا تكون عازف مع 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 فنان بيكون بس بتعمل شنو؟ لانه انا مثلا في الاورجانات مثلا في في الاساس ومثلا في مثلا اورجان الميلودي في اورجان، المهم زي التوزيعات. نعم نعم انت عندك فكره سمحه. طيب يلا نشوف الساكسفون بتعمل شنو. والله الساكسفون ده لكن اله جميله بالمناسبه، مش عشان انا بعزف عليه. مرات في مزازيق او اغنيات يوم يشتغل عليها الساكسفون فعلا بيعمل تكفيل، بيعمل تكفيل. والساكسفون جابوه كتنويع، تنويع لل الاورجن ده بالمناسبه مقفل. وعلى حسب احنا كلنا يمكن نمشي بيوتنا بكابنجاتنا بجيتاراتنا ونشتغل براو. ايوه لكن الاخوان الفنانين الشباب دير جات الرؤيه بانه لازم تضيف الات عشان تجدد الاحساس حيه بتاع هاي الزول الواحد ده. بالضبط كده، الاحساس ده لازم يتجدد. فانا بعدهم موفقين، فنحن طبعا مع فرقه بنشتغل برانا بنشتغل براكم، او انا وبتاع الاورجن يمكن نبقى مارقين طوالي نشتغل. لكن الشباب ديل انا بعدهم توفوا توفيق كبير جدا، ولو برضه اضافوا الات زياده برضه الجمال بيكون اكثر. يعني الاكورديون الكمانجات دي ذاتها سمحه بتضيف. لكن طيب انا دارجي لشنو؟ لانك مثلا عشان قربنا نخلص الفارق. نعم انت مثلا شغال معك فرقه، انت بتكون مهمتك شنو هنا في الفرقه؟ اللي هو السولو بس ولا بس؟ لا بشتغل معهم مولدي. مولدي تملى مولدي وكلوك بمهمه بتاع السولو. يعني بتملى مولدي سولو مولديه مثلا. اي تقوم تشتغل صوتك وترجع للجماعه، ترجع لك الدوق سولو منفرده براك، الجماعه بيرقصوا كويس والحفله شاده فوق، انت بتقوم هناك. طيب نجي للنفس، انا قبل ما اختم معاك نجي للنفس. انا يعني في فرق في ضغطه النفس دي بالنسبه للساكسفون، يعني من المية مثلا لسي اللي هم الاثنين احنا قاعد نشتغل بهم اكثر شيء. يعني انا هسه بشوف ده صوته شويه غليظ صح؟ اكثر ده حاد شويه داخل غليظ وداخل غليظ. طيب هل في فرق بين الضغطتين؟ يعني ده مثلا لانه شويه حاد بتكون الضغطه اخف من مثلا ذاك اثقل شويه بتكون مثلا لانه صوته غليظ، ولا ما في فرق ولا واحد؟ هي الضغطه واحده. لكن انا زمانكم وزعوا لك الاله اسمها شنو؟ عملي بدوك البالوزه دي. البالوزه دي ابي تربط عليها الريشه دي. طبعا الريشه دي مهمه جدا بس ما في السودان، بيجوا لنا من برا او تشتري من برا. طيب بتقوم بتخطها كده لمده شهر شهرين ثلاثه شهور لما تعمل حفره عديل. اول ما تجي تكملها في الاله هنا وبديت تعزف على الاله طوال الاصوات بتيجي معك، بتيجي معك بدون تفه. دي اسمها التفه. طيب التفه دي بتفرق من عازف لعازف؟ يعني هي ذاتها بتتحكم في 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 المزيكا في الصوت اللي هو الطالع ده. ايوه اذا بعد كده انت بتضيف لها احساسك، بتضيف لها احساسك. الاحساس هنا برضه مربوط بالضبط بالتفه. مرات في زوت القاو شاطر جدا لكن تفته قويه، تفته قويه لكن ما بديك المزيكا الجميله ديك انت لما كده تقوم ترقص براك. براك صح. التفه مربوطه بالاحساس ومربوطه بزمن الانسان. بزمن الانسان ايوه. وبالمناسبه ال بيقولوا عليه الضغوط الداخلية والمسائل كلها مربوطة بالحاجة دي. كلها مربوطة بالحاجة. أنت كل ما تكون مرتاح نفسيا كل ما تبدأ. أستاذ جمعة يا أخي والله سعيد بك جدا، ونتمنى دائما نشوفك في 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 أفضل حالاتك الموسيقية. دائما بتقدم التنغيم الجميل والرائع عبر هذه الآلة الرائعة، آلة الساكسفون. أنا قبل ما أودعك حتقوم تسمعني عمل أخير، لكن أديك فرصة عايز تقول. أنا قبال العمل ده يا أخي، أنا عندي العيد الفات قمت هديت لأولادي كلهم في سهره كده، بعدين قمت نسيت مرتي قام مش اخرها قوم عندها. دي مشكله كبيره، دي مشكله اول كبيرة. حاجه انا والله يعني بشكر ناس الانقام كلهم لانه حددتي سمينا كلكم يعني، ونحن بنشكرك والغناء الجميل يعني. وبعدين كونه انا مرات بشوف لمحات كده بتجيبوا عازفين بيحاولوا يعني يعني يدوا فكره عن الاله للجمهور العادي، هم عارفين دو ساكسفون هنا لكن ف دي لفته جميله بالنسبه للعازفين بالجمهوريه. اول حاجه بالنسبه للاهداء، انا اهدي الحلقه دي كلها للناس الجايين ومنان وكده. الله يسلمك. سلام تحت الجمعه دي كلها اهديها لمرتي. اول حاجه اساس يونس الناس بروف اساس، بعدين دكتوره ريم دي عم بيتي ربنا يخليك، ودكتوره عهود، وبعدين في باش مهندس مهند قاعد ببر راسي هنا ربنا يخليك. يقولنا خير الاولاد دينا سلحهم بالعلم عشان يرموا قدام ان شاء الله يا رب. وفي عندي المغداد طبعا في الامارات
وابني مازن طبعا ان شاء الله يكونوا متابعين لنا. وبعدين عندي بنتي الكبيره اخي متزوج يا اخي ببيتها هناك في كافوري اسمها صفاء وبيتها ريتاج ما شاء الله ربنا الله يديكم العافيه. نسمع نقطه اخيره. سارح حتى خيرك. الله يعافيك. كم لي مستمرين معك المشاهد الكريم، فاصل ونواصل.